موضوع وايد حلو صراحة، اللي هو المبادر المحترف في قطاع الاستزراع السمكي والربيان. عندهم برنامج تدريبي قوي، طبعا معانا الخوات منى الفيتشاوي مديرة دائرة تنمية القوى العاملة بمعهد كويت الأبحاث العلمية، معانا دكتورة شيرين سبيعي طبعا باحث علمي مشارك بمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية بمعهد كويت الأبحاث العلمية، ومعانا أخونا محمد سعد العلوش طبعا متحدث رسمي في الهيئة العامة للشباب. ما دام في مبادرين معناته لازم الشباب لهم دور. محمد مساك الله بالخير، شلونك وشي؟ مساك الله بالخير، شعر مبارك. خلينا نتكلم عن السياسة الوطنية للشباب، يعني مشاركات الشباب في الأمور، البرامج اللي مثل يقدمها معهد كويت الأبحاث. في عام 2019 تم اعتماد السياسة الوطنية للشباب من قبل مجلس الوزراء الموقر وبالتعاون مع مجلس الأعلى للتخطيط في السياسة الوطنية للشباب. السياسة الوطنية للشباب هي يعني برامج تنموية للشباب، مثل ما قلنا تم اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر، تهدف إلى أن نعمل للشباب برامج مميزة، نمشي على خطة ممنهجة بحيث أن رؤية الكويت 2035 لابد يعني نتواجد وياها بنفس الطريق. فعندنا من أحد أهم البرامج اللي موجودة هي برنامج صناع العمل. صناع العمل هو برامج كيفية تدريب الشباب وإيجاد فرص وظيفية لهم. تمام. على سبيل المثال إحنا عندنا إدارة المرافق. إدارة المرافق هو تخصص ما هو موجود وخاص في المهندسين. إحنا وفرنا برنامج تدريبي للمهندسين بحيث أن بعد الساعات التدريبية لهم نوفر لهم فرص عمل، خصوصا إحنا بالكويت عندنا العديد من البرامج، أو نقدر نقول عندنا المنشآت المميزة، مركز جابر أحمد الثقافي، مركز عبد الله السالم الثقافي، كذلك عندنا المطار إن شاء الله قريبا إن شاء الله قادم المطار الجديد. فإحنا نوفر لهم ساعات تدريبية وبعد ذلك نخلق فرص وظيفية لهم. حلو. أختي منى شلونك؟ حياك، شو أخبارك؟ خير الله يسلمك. خلينا نتكلم عن البرنامج التدريبي هذا، شنو البرنامج؟ أنا قريت أنا وكابتن فوزي فزينا يوم شفنا فيها استزراع أسماك وربيان أنت لاحظت أنها هي ما ابتسمت إلا حقك على أبو النهر الفيلتشة، يعني الرابط اللي بينكم كابتن فوزي ماكو، ما أعطوني ما تكلموا وياه. لا ما عليك، بس أسولف على السمك الربيان هو راح يستانس. لا لا على طول. على الموضوع هي السمك الربيان. على لعبتك أنت قاعد تقولها بشتغل بشغلة. لا والله يا خالد. ليش؟ أنت أول شرط لهم شنو؟ شنو الشرط؟ أول شرط شنو الشرط؟ عمرك من 21 إلى 35. ومن قال أنت مو أقل من 35؟ أنا 36. أنا 36 مو راضين يعني. غلطان كابتن. شلون؟ 35 أنت. خمسة طفولك على الحفة. شيرين مصدقة، حمال بطن بيني وبين خالتي. ترى شيرين مو مصدقة، ما حد أبحاث، ترى يحللون الدي إن إيه اللي عندك عادي يشوفون كم عمرك. عندي البطاقة المدنية. إيه. شوفون. أكيد. يا أفضل سلمك عندي الدين. أنت قلبك شبابي. مش يفيدنا القلب شبابي. أنت ما دام قاعد تغزل. كان وديتها مع دكتور مشعل. والله اليوم يقولون يوم المرأة العالمي، بس احنا مع بعض ان شاء الله امورنا طيبه ان شاء الله. بس ما ادري يعني قلت شغله اخوي محمد مساعد، انت بالنسبه حق قبل لا اقطع على اختي، بس قلت شغله بالنسبه لاعداد كوادر او ليلة كلها مهندسين مثلا والناس ما والناس اللي دون الثانويه العامه شنو دو شنو يعني سووا لهم؟ ممتاز، سؤال جدا مهم ومميز. احسن كله كذي ترى. عندنا احنا احد البرامج التنمويه اللي موجوده هو دوري الابداع الشبابي. دوري الابداع الشبابي هو من عمر 7 سنين الى 18 سنه. البرنامج هذا نوفر برامج تدريبيه للطلبه، كذلك ينافسون بعض في برنامج نفترض من نظرات شبابيه، القران الكريم، الرسم، القصه القصيره، وبالتعاون مع الجهات المعنيه. شعارنا في هذا البرنامج تدريب ومن ثم منافسه وبعد ذلك تكريم. فالشباب الكويتي خصوصا الصغار تنمى عندهم روح القياده. فاحنا حرصنا ان تكون عندنا برامج مميزه للصغار، نتكلم من 7 سنين الى 18 سنه، وكذلك من 18 سنه الى 35 سنه. وانت من لا انا من ضمنهم ان شاء الله، ان شاء الله الثانيه يعني. نعم. منى خلينا نتكلم مره ثانيه، نرجع حق السؤال نفسه اللي هو البرنامج التدريبي، الفكره اساسا من وين وشون تنسقون مع الهيئه العامه للشباب؟ بالبدايه بس ابي ارد على كابتن فوزي، بالنسبه للشباب ترى المعهد هم يحتضن الشباب، فئه الشباب مو بس الكبار بالعمر او اللي من فئه 21 الى 35. الشباب اللي من فوق 35. المعهد من عام 1967 او 76 هو انشا في 67، لكن من عام 76 بدا انه يعد برامج تدريبيه خاصه بطلبه المرحله الثانويه وطلبه المرحله الجامعيه، وفي عام 86 استحدثنا برامج لطلبه المرحله المتوسطه. نعم. المعهد يحتضنهم، يوجههم
بحيث ان اذا تخرجوا من المرحله الثانويه هم عارفين الطريق اللي بيشقونه وين راح يروحون. تمام. اي كليه. تمام. فيعني يمكن احنا الدور واحد في جهات قاعد تحتضن فئه من فتره الشباب. اعتقد سويتوا دور ايضا حق اعتقد مثل ما اقدر اسوي وكيل محامي او شغله من هالنوع وبعض الاخوات دشوا معاكم واشتغلوا في, في 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 مكاتب محاماه. اعتقد نعم. الهيئه كان صحيح. احنا عندنا مساعد المحامي القانوني هو تخصص مساعد محامي. نعم. تخصص موجود في التطبيقي يخرجون من حمله الدبلوم نشوف في ناس يتجهون للقطاع الخاص او الحكومي لكن ما يلقون نفسهم. احنا شفنا ان نبتكر شيء ما هو موجود في الكويت موجود خارجيا هو مساعد المحامي القانوني نوفر فرص عمل مع مكاتب المحاماه بحيث ان تم الاتفاق مع مكاتب المحاماه ان لابد من توفير فرص عمل لحمله الدبلوم. تمام. وبالاتفاق معهم بعد عمل دورات تدريبيه لهم نوفر لهم في رواتب انه يكون السقف الادنى 350 دينار مع دعم العماله يكون راتبه يعني مميز. كذلك صحيح. نوفر لهم فرص عمل مع مكاتب المحاماه اللي يشكرون صراحه لنا يعني تجاوبوا معنا. بالعكس انا المقابله كانت جدا ممتازه واللي استضفناها وفتح الافاق حق مكاتب المحاماه يعرفون ان انتم قاعد تخرجون دفعات كثيره. صحيح. بس انا اليوم ما ابي اركز اكثر على الشباب ابي اروح بداوا يغارون يغارون طالعون بعض ما طافوا. فمنى شنو السؤال خالد تسلمونه؟ شلون بدت الفكره؟ احط قبرك الدبر ذا السؤال الاول. لا لا بس الحين بروح حق السمك. شلون قاعد تنسقون مع هالشباب؟ طبعا بطلب من الهيئه العامه للشباب ان احنا نعد برنامج تدريبي في احد القطاعات اللي تقدمها الهيئه مثل ما ذكر اخوي محمد هم عندهم اكثر من قطاع لكن هني هذا البرنامج يخص برنامج الاستزراع السمكي والربيان وتم عقد اتفاقيه مؤخرا بين معهد الكويت للابحاث العلميه وبين الهيئه العامه للشباب بعقد برنامج تدريبي يخص الفئه اللي هم حددوها من عمر 21 لغايه 35 لصقل مهاراتهم واعطائهم فكره كامله عن كيفيه عمل مشروع صغير او مشروع خاص في المبادر. فكره البرنامج ان احنا نوفر حق المبادر هذا المهارة المطلوبة من الألف إلى الياء من الخطوة الأولى أنت عندك الفكرة شلون تبلورها شلون نمدك بالمهارات الإدارية المحاسبية القانونية كيفية إعداد الجدول الاقتصادية ومن ثم الشق الثاني اللي هو الشق العملي اللي هي مزارع الاستزراع يتعلم فيها يتعلم فيها. فالبرنامج كامل متكامل يعني من الألف إلى الياء أنت تأخذ جانب نظري وجانب عملي. شيرين وين يعني وين قاعد تسوون المزارع هذه يعني أنتوا استزراع سمكي وربيان وين قاعد تسوونها كمعهد أبحاث؟ احنا طبعا بالبدايه المعهد من الثمانينات كانت كل ابحاثه في مركز ابحاث السالميه وكان التركيز على انواع الاسماك المحليه وايضا الربيان المحلي. من 2010 بدينا نطور تقنيات جديده وندخل انواع جديده تكون مجديه اقتصاديا. يعني على سبيل المثال الربيان اللي الحين احنا ان شاء الله راح نستزرعه بالكويت هي ربيانه مو كويتيه. لكن جدواها الاقتصادية عالي فبالتالي هي تعتبر موديل مناسب للمزرعة. ما يخالف تكلم بلغة الناس لو سمحت. بلغة الناس الربيان وين يابينه رقم واحد؟ الربيان يابينه من برا الكويت. اي طبعا. من وين؟ شو اللي يخليكم تقولون الربيانة هذه لها جدوى اقتصادية زينة مفيدة؟ من وين يابينها؟ هذه الربيانة اللي هي اللي يسمونها الفيناماي هذه ربيانة يعني أمريكية لاتينية. تمام. بس هذه الربيانه فيها مميزات هذا اللي خلاها هي تقريبا 90% من الربيان المستزرعه وفيناماي لان هي تقدر تزرعها بكثافات عاليه حلو ومقاومه للامراض حلو وايضا تقدر يعني تتحمل نسب ملوحه مختلفه فتقدر تزرعها بالصحراء او حتى بالبحر وايضا نفس ما قلت لك عندها المقاومه العاليه وانتاجها كثيف يعني ودورتها دوره نموها قصيره يعني يقدر المزارع يزرع ثلاث دورات بالسنه مو دوره واحده. وش كثر الكميات احنا ايش قاعد نتكلم عنها؟ يعني متى بنبدي نشوف الانتاج هذا؟ هو الانتاج احنا على بالمعهد عشان قلت لك اكلمك بلغه الناس. انا بقول لك بلغه الناس ما في ولا مزرعه الى الان بالكويت منتجه ربيان. تمام. بس هذا لاسباب، احنا في المعهد انتجنا. الاسباب ان كل المزارع الحين اللي بدت كلها في الوفره او العبدلي يستخدمون المياه الجوفيه. وهذه المياه الجوفيه محتاجه الى تعديل ومحتاجه تقنيه عشان يقدر هو المزارع يتعامل وياها. تمام. هذه مو موجوده عنده. احنا في المعهد طورناها.
كإنتاج قدرنا نرفع نسبة الإنتاج من تقريبا كنا نص كيلو نطلع بالمتر، الآن إحنا وصلنا إلى كيلوين، فهذا جدا زين، خلى المشروع مجدي يغطي تكاليفه ويقدر يكون عنده هامش من الربح. فهذا هو إحنا شغلنا. الأبحاث اللي طافت هذه إحنا المفروض إن إحنا في الدورة هذه نعد المبادرين ويطبقون عشان ترى النور. أنا سمعت على بالي أنتوا اللي قاعد بتسوون هالشغلة، سمعت إن مثل جسر جابر قاعد يسوون مثل الأقفاص اللي تحت الجسر لأنه ماي بحر ويتم استزراع سمك أوربيان فيه، فاعتقدت إن هني راح يصير، لكن اكتشفت إن لا، أنتوا الحين كنا المزارع اللي قاعد تسوونها في تشبد. إحنا عندنا مزرعة في تشبد تم تشغيلها الأسبوع الماضي، هي المفروض وقت الكورونا كانت تشتغل. هذه أول مزرعة بالكويت بمنطقة تشبد بالمياه الجوفية. عندنا أيضا مشروع مبادرة حكومية مجمع سمكي كامل متكامل في شرق في شمال الصبية منطقة برقضي، وهذا تحت التصميم، هذا على مستوى تجاري. إحنا ترى ما أتكلم مستوى تجاري يعني نشوفه بالسوق تجاري، يعني إنتاج تجاري، يعني الشركات الكبرى. إحنا كمعهد ما نقدر ننتج، إحنا نقدر نعطي نوهاو تقنية، لكن أنا ما أقدر أنا أقوم بدور المستثمر وأنا أنتج. لكن المعهد ارتقى عشان نقدر نحن نجذب المستثمرين، سوينا نموذج من كل شيء. فأنا عندي نموذج مزرعة صحراوية في تشبد للمزارعين الصغار والمتوسطين، وأيضا برق ضي راح تكون للشركات الكبرى، وهذا يكون قاعد نعطيهم موديل حقيقي. يعني بس يعني فرصة حق الاستثمار هاي تصير. طبعا اليوم مبادرين عدل؟ اليوم مبادرين يعني مستثمرين؟ هذا المبادرين، الحين الفئة هذه مبادرين اللي هم صغار إلى متوسطين المستثمرين. مستعدين يعني يشتغلون ويقطون فلوس على المشروع هذا؟ يكون عندهم توهم بادين. حلو. بس في شغلة احنا بالنسبة للربيانة هذه، يعني احنا دائما نقول والله هذه السمكة من المكان الفلاني لها ميزة معينة، فهالربيانة هذه شلون نقدر نفرقها على الكويتيه؟ لان الكويتيه ايضا لها 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 نكهه خاصه، يعني مهما كان معزران خالد وكلني واحده كانها تايجر، يسمونها تايجر، ما ادري شلون صايره. ها ملوت احد الدول الاسيويه، سوينا تيست يعني وسوينا طبخنا يعني على اساس اللي هو نشوف يقدرون يفرقون ولا لا. بعد ما تطبخ الربيان الكويتي وهذا الفينماي ترى ما يفرقون. لا لا، بدا ما عزمتونا وضقنا. لا 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 الحكي هذا ما يمشي، لازم تعزموني انا وكابتن. بس هي كلون مختلفه صح. ممكن في البدايه نفس السيباس اول ما نزل بالسوق ترى ما كان عليه اقبال وايد، والان هو من اكثر يعني الاسماك مبيعا يعني بالكويت. الحجم يختلف شنو؟ الحجم متوسط 20 جرام 25. لا يختلف قصدي عن الربيان الكويتيه. لا حجمها يعني بين الشحامي وبين المنعيره بالنص. اوكي كلمي كابتن انا ما اعرف السوالف. بين الشحامي والمنعيره. اي لا ليش الربيانه يعني مثلا احنا نشوف احنا في الربيان المستزرع الاخضر هذا لونه اخضر، هذا ما ناكله احنا، حق الحداق ناخذه نحدق فيه، لكن الربيان الكويتيه لها 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 ما يخالف سامحيني فيها، لكن لها لها طابع خاص. ما يعني بس انا اقول لك في نقطه مهمه وعشان دائما نسالها، الربيان المستزرع اللي احنا نشوفه في سوق السمك اللي احنا قاعد نقول هذه الخضره الرماديه اللي احنا ما نبيها، هذه اولا هي قاعد تجي لك وقاعد تنباع لك انها فريش، بس هي قاعد تكون هي مجمده ويتم صحيح. تدويبها صحيح. فهي مو بجود كونديشن، مو نفس ما تكون انت عندك مزارع بالكويت. الكويت نفسها افضل وبعدين في برودكت جديد راح يدش على السوق الكويتي اللي هو الفريش كيلد، هذا اللي هو اللي يسمونه نفسه ما تروح انت دول شرق اسيا طلع من الاكواريوم يطبخون. نعم. هذا مو موجود، فانت صحيح. يعني ما يقارن اكيد كطعم وقيمه غذائيه راح تكون مختلفه تماما. زين خالد في شغله الحين، اذا كان انا بدش مبادر معاكم بس انا بس انا ما عندي يعني ما عندي ماده اللي اقدر اشتغل، هل انتم توفروا لي مثلا تعطوني تدعموني تودوني توجهوني لجهه معينه؟ احنا الحين من ضمن البرنامج التدريبي في ان شاء الله راح يشاركون ممثلين من الجهات التمويليه في الكويت من عده جهات تمويليه، راح يوجهون هذول المبادرين شلون هم يحصلون على التمويل المطلوب. كم الواحد يحتاج عشان يدخل في هالمشروع هذا؟ خلني أتكلم عن مشروع المبادر المحترف بشكل عام. تكلم عن الدورة وشيء بعدين خلني أتكلم. مشروع المبادر المحترف وهو يختص في سبع مجالات معينة، وإحنا نشوف حاجة السوق وكل موسم نزيد ممكن تخصص معين. فشفنا هالموسم إن في حاجة، خصوصاً إحنا مرينا في تجربة يعني الله لا يعيدها كورونا. نعم. فشفنا إن في حاجة خصوصاً إن نبي أمن غذائي. أمن غذائي بالضبط. ضروري. فإحنا قلنا الاستزراع السمكي خصوصاً مع أحد الأبحاث العلمية إنها كجهد متخصصة. شفنا المبادرين لابد ان يعني توجيههم لقطاع معين، مثلا في ناس يبون هذا الشيء صحيح. يعني يهمهم هذا الشيء ويلمسهم هذا الشيء، فقلنا نوفر لهم
ساعات عمل تدريبية وتأهيلية، ومثل ما قلنا دراسة الجدوى. كثير في ناس ما يعرفون دراسة الجدوى اللي موجودة، خصوصا إذا أنت ابتديتها بالبداية كذي راح تعرف جميع الأمور الخاصة فيك. كذلك بعد هذا الجهات التمويلية يقعدون ويحضرون لهم، فيعرفون إيش كثر هم يحتاجون، إيش كثر راح يتمول هذا القطاع. فإحنا تقريبا الحين عندنا 14 مسجل في هذا المشروع، في منهم ثلاث سيدات مشاركين. يعني البرنامج 14 لغاية اليوم. نقول هاي الدورة الأولى، بداية الدورة الحين. إيه بس إحنا بلشنا أول أمس. أنتم قاعد تعلمونهم النو هاو، بس ما تعطونهم مكان يعني عشان يستزرعون. هذا القصد. لا، إحنا نعطيهم المعلومة مثل ما ذكرت في البداية. أول شيء الجانب الإداري اللي هو من الناحية المالية الإدارية قانونية، شلون انت تروح تسوي التراخيص، الامور هذه كلها. ومثل ما ذكر اخوي محمد، احنا مستضيفين ممثلين من الجهات التمويليه، هم راح يعطونهم كل المعلومات اللي هم محتاجينها، يعني شلون يحصلون على التمويل المطلوب. اذا انا كمبادر من ال 15 لما اخلص منكم، اذا ابي ازرع في البحر يعطوني مثلا، اذا بسوي المشروع هذا في البحر شلون تسوي له؟ لا شلون يعني ياخذ مزرعه على البحر؟ بالبحر يعني صوب الصبيه مثل المساعة اللي قلتوا عن المشروع. كلام ابو مشاري صحيح، انه كان عندكم في مركز الابحاث كان عندكم قفاص في على الاجبار السالميه، بس مو ربيان، كان اسماك، كان الشعم، كان البالون. احنا المصائد تكون عاده الاسماك، الربيان ما يتربى بمصائد. وبعدين انت عارف احنا اوريدي عندنا الساحل، يعني البحر عليه ضغط اصلا تلوث من الشاليهات. فاحنا ما نبي هم نحط مزارع، هم راح تكون في ممكن يكون في رؤيه للدوله ان يعطونهم مزارع قريبه من الساحل، بحيث انه يقدر يسحب الماء عن طريق مثلا ابار شاطئيه ويستفيد من ماء واحده من الجزر. زين اي او الجزر او حتى الحين قلنا احنا المزارع اللي بالوفره والعبدلي في مزارع امن غذائي. الاشنكات موجوده عندكم في الدوحه، كان في السالميه، وكان بعض الصيادين كانوا يشتغلونهم حقيقه للامانه، يروح يحدق هناك يقط الخيط داخل ويحدق، يعني السمكه يعني مو اي كلام، سمكه درجه اولى بس محكوره. اي بس تدور مكانها شنو قرقور مصيده. زين خلينا نتكلم محمد، شلون الناس تقدر تسجل في هذا؟ سجلوا وخلصوا. لا البرامج المستقبليه. ممتاز. احنا دائما انا دائما اقول ان يعني اتمنى من الشباب الكويتي يتابع اكونتاتنا في السوشيال ميديا. احنا نعلن عن جميع البرامج اللي موجوده، ودائما تهم الشباب في مختلف المجالات. مثل المبادره المحترف شفنا اقبال جيد مميز صراحه يعني خلال الثلاث مواسم اللي طافوا، وكذلك صناع العمل شفنا اقبال كذلك مميز، لكن احنا ودنا شباب اكثر يدشون ويانا، يعطونا ارائهم واقتراحاتهم في الكثير من الامور. فاحنا اتمنى يتابعونا في وسائل التواصل الاجتماعي. خالد اخوي محمد كل ما قال الشباب ما ادري ايش قصدك، ليش كل الشباب يعطونك فرصه؟ يبي يعطونك فرصه، يبونك تبادر. انت جيل الرواد اللي نستفيد منه. تعال محمد، شنو البرنامج اللي عندكم الحين اللي تو سجلوا فيه؟ مو الاستزراع، في شيء عندكم بتسوونه في هذا في الهيئه اللجنه الاولمبيه هناك؟ انا شفت قاعد تجهزون مكان كبير، مسرح. احنا قاعد نسوي الحين الحين عندنا برنامج اسمه مسرح الشباب، يصير كل سنه. وكذلك عدسه. شنو مسابقه؟ شنو مسابقه ما بين الشباب الكويتي، عروض مسرحيه مميزه بين الشباب الكويتي. اهم هذه من المجالات اللي موجوده اللي تهم جانب الثقافه والفنون والاداب. ان شاء الله راح نبتدي في تاريخ 13/3 وننتهي في تاريخ 20/3. سبع فرق مسرحيه راح يتنافسون فيما بينهم، وباذن الله يكون شيء مميز ان شاء الله، خصوصا يوم الشباب الكويتي تاريخ 13/3. هم الشباب والله الوقت قاعد يطير بسرعه. في شيء معين تحبون تضيفونه شيرين منى؟ انا حاب اضيف شيء. تفضلي. بالنسبه للمبادرين، عشان المبادر يكون محترف لازم يتعلم اساسيات الاستزراع، بدءا من اختيار النظام، اختيار الكائن اللي هو بيربيه اصلا، سواء اسماك او ربيان. اللي يكون ملم بالبايو سكيورتي، شلون راح يسوي منشاته. هذا جدا مهم قبل ما حتى يبدا خطواته للاقتراض وانه يبتدي المشروع، لازم يكون ملم بهذه الاشياء. يعني مو يجيب حمام سباحه يحط فيه ماي ويقط كم سمكه؟ لا بالعكس، يجيب حمام سباحه ويجرب ببيتهم لين يتقن شلون بيستزرع، وبعدين يمشي الخطوه اللي بعدها. يبدش بعدين رسمي. طبعا. اللي عنده حمام سباحه ببيته اكيد عنده على مكان يحط له زرع. طبعا احنا نناشد الجهات المختصه مثل ما ذكر اخوي خالد، اللي توفر الاراضي الزراعيه للمبادرين، انه هو الحين المبادر جاهز عنده الخبره كلها، بس يبي المكان اللي هو ينفذ فيه. هيئه الزراعه. ف
احنا يعني بدون ما نذكر يعني اي مسؤول بس يعني اي انهم يساعدونهم ياخذون فيهم. لحظه يا جماعه، لحظه لا تاخذون سؤالي كتهمه ولا كشيء سلبي. لا لا انا قاعد استفسر، تقصدون هيئة الزراعة هم اللي عندهم الأراضي الزراعية صح؟ اي نعم. فإذا أنهم يساعدون هذيل المبادرين يأخذون بإيدهم، هل أنتوا تنسقون ولا الشباب ينسقون مع هذه الهيئة ولا مع التجارة بحيث أن يوفرون حق ال 15 مبادر أراضي من أجل الاستزراع؟ هذا سؤال. إحنا دورنا بس أن إحنا نوفر لهم البرنامج التدريبي. توفير البرنامج التدريبي من على قولتهم A to Z يكون هو جاهز لأن ينطلق بمشروع. وين يروح بعد ذلك؟ إن شاء الله في قادم الأيام إن شاء الله، يعني نقدر نقول السنة الجاية إن شاء الله يكون في تعاون مثمر. هذا مناشد الجهات المختلفة. ما بالجهد الكبير اللي سويتوه هذا يروح كدوكيومنتري اي والله احنا دربنا وسوينا وقعدوا في بيوتهم، لا انا ابي اكمل عشان كذا اقول لكم وين يروحون. انت تستضيف المبادرين في نهايه الدوره ويجون هنا يقولون هم شنو استفادوا وشنو يبون، لان اعتقد هذا هو الاوقع. هم الحين يكون تعلموا من هالدوره والمفروض هم عندهم عارفين شنو الستب الجايه يعني. فاعتقد هم هم يستحقون نيون ويقولون احتياجاتهم. كل هذا وما تعرفين حق الاعلام، طيب شلون اعطيتينا حلقه كامله الحين حق المستقبل. يعطيكم العافيه منى فيتشاوي، دكتور شيرين سبيعي، واخوي محمد العلوش، يعطيكم الف عافيه، مشكورين وايد. الله يعافيك والمعلومات الحلوه اعطيتونا اياها. سلم على دكتور مشعل، قول له طالبك حلقه، ترى موعدني من زمان ان شاء الله. عايز هو يسافر ما يجي طالب الكويت كلها حلقات. اسمع اسمع ايش يقول لك، يرجع من السفر وينه؟ مسافر مسافر بس مسافر ولا تعال المغرب؟ المغرب هذا الدليل مال المغرب. لا والله ما ادري شو وين على العموم. راح ناخذ بريك ونرجع لكم، عندنا موضوع وايد مهم بعد الفاصل، خليكم ويانا يعني.